التالت هو الفيندر اسبانيوس بيدخل في السوبر سبيل ده الواحد ده الجاسوس الواحد بيدخل
إذا ليش the first spike كان المدر سيل بتاعته أساسا هي موجودة في الجري ماتر بتاعتي في لاينة 4 and 5 اللي هي بتريسيف إمباسس وبيضارسس إن ذا دورسال كونتاكت اللي هي البروسبشن. طيب هنا عملت إن ده موجود في أورجانيزم ذا سباينال كورد مش متخصص زي الدورسال أو الفنترال أو الأساسي ده قلنا ليميت واهم حاجه ان هو كروس وهيجي يعمل لي تراك ان ذا وايت ماتر هنا فيري كلوز تو ذا سيرفيس ده هنا اسمه ايه؟ سباينو كوليدا هيفضل ماشي طبعا من ذا اذر سايد تو ريتش ذا انفيريور بارت انفيريور بارت فين؟ المضلة طب المضلة هيطلع من انفيريور بارت فايبرز تو ريتش ذا سيريبيل ثرو ويتش جامبينج دي مضلة يبقى ايه؟ تمام؟ طب يبقى اذا هنا علاج ال ده هنا نمره ثلاثه في الاسندنت سبورتيكال ونمره خمسه بالنسبه للسبايدر تول، السبايدر تول كلهم بيدخلوا في الانفيريور سيربيلر دانكن ما عدا الفنتر سبايدر ما انا لسه بقول قلنا هنا ان اللي هو الاورجن بتاعه اللامينا 4 اند 5 احنا قلنا اللامينا دي عباره ممكن اقول انها فيها النيوكليار وبرضه ممكن اقول ان في لايرز اللاير دي من 1 ل 10 فهنا خلاص عندك اول مره نجيب اسماء اللايرز او اللامينا دي كانت في الفنتر سباينال سيرفيس اللي هي اللامينا 5 6 و7 5 و6 5 و7 مش 5 و7 خلي بالك تمام؟ طيب في شرطه مش واحد تمام؟ طيب انما هنا في حاجه الفنتر سباينال سيرفيس قلناها اللي هي 5 و6 و7 أربعة وخمسة أربعة وخمسة دي هتلخبطك في الإمس وحالة عندي جامد أوي تحسين من أربعة وخمسة جميل من إسبانيا وكوليا طيب هنا قلنا إن ده سكن أوضة اليوم جاي له من النارد سيلز اللي هي بتتعكر الريسبشن وهيعمل الإسبانيا وكوليبري ويروح الإنفيريور أوليف ومنها للسيريبيلر ثرو ذا إنفيريور سيريبيلر بتاعته يبقى كده ذيس آر ذا فايف سبوتس فولو أب الكتاب ده اسمه إيه؟ Unconscious proprioception خلي بالك كلمة واحدة هتفرق في السؤال proprioception بس يبقى هي الوصفات بتاعتك الحلو العادي ده اللي هو الترانسيكو الكلمة إنما لو حطينا كده unconscious proprioception يبقى أنا أقصد بيهم الخمسة دول سيلر أرمت الدورسال سبايك سيلر بيتر سبايك سيلر وعندنا الاكسسوري يونيك بتاع الأبر ليب وآخر واحد هو السبايك نعم ايه كونشس الاحساس ده ما بيدكش احساس ده بيروح للسيربيلم عشان تحافظ على التوازن بتاعه اللي بيديك الاحساس بتاع البروسبشن اللي هو سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت سنس اوف فايبريشن اللي هو الباسوي اللي بيروح للسيربرال كورتكس اللي هو البراسيل والكيوليت فخلي بالك البروسبشن بيمشي له مسارات في مسار عادي للسيربرال كورتكس عشان تحس البوزيشن والكلام ده اللي احنا عملناه في اول مره سنس اوف بوزيشن ده اسمه الكورتيكال باسواي وفي باسواي يحول على السيربيلا علشان تحافظ على التوازن بتاعه في باسواي ثالث احنا عرفنا يبقى اذا في لو اتسالت وات از دي فيت اوف ذا بروسبتيف امبلسز يو هاف ثري فيتس في كورتيكال وفي سيربيلا وفي واحد ثالث ما اعرفش تعرفه لوحدك ولا لا نعم اوف كورس اي حاجه هتروح للسيربيلا وليس للسيربرا يبقى دي اللي هي اللي بقى هنا في الصوره ايه؟ ميديم وسمول. طب
تلاقي
دورك. يبقى هنا ايه اللي هيعمل لك توافق ما بين حركه ايدك ورجلك وانت ماشي؟ حتى وانت ماشي اوتوماتيك لو انت ركزت شويه تلاقي ان في توافق ما بين حركه الايد والرجل. هي واضحه اكتر في الحصان، ما بنمشيش زي الحصان، لكن هي واضحه جدا في الحصان. طيب عايز تشوف الواضحه عندك، بص على ده، بص على ال هنا. هبص تاني في توافق ما بين ايده ورجله وهو لسه اول تراك يحصل له مايليشن هو الفاسيكولاي دوبراي، عشان سيادتك كنت بتفرغ كده بتعيط ايديك ورجليك فيهم ارض. يبقى اذا هنا مش هنسى ابدا الفاسيكولاي دوبراي، حتى ساعات بيسموه انتر سيجمنتال تراك، يعني ساعات بيسموه اسم تاني ومش مكتوب عندك انتر سيجمنتال، لانه بيربط السيجمنتس ببعضها سيرفايكال بالنار، بحيث ان في هارمي في وأول ما أنسى الفيلم ده علشان أفتكر إن دي ذا فيرست تراك تو بي ماينيت أو قبل البراكين. أول حاجة هتعمل ماينيشن هو الفاسيكيولاي فوكرا. طيب هل أنت هتجد حتة في السباينال كورد ما فيهاش فاسيكيولاي فوكرا؟ نيفر. فاسيكيولاي فوكرا أر بريزنت إن ذا هول سيكشنز أوف ذا سباينال كورد. سو إت إز أ فيكسد شورت تراك. طيب نيجي بعد كده نشوف معانا هنا بقية الشورت تراكس. يبقى أول شورت تراك سهل قوي فاسيكولاي كوبرا، وده موجود في all the legs surrounding the gray back، بيعمل هنا association between cervical and lumbar cell the first to be myelinated. بس خلاص. طب نيجي واحد تاني انتوا عارفينه، مين؟ الساروس. الساروس ده شفتوه في أي تصوير؟ بينا نكمل. طيب هل ده first motor neuron ولا second ولا third؟ in the dorsal root ganglia اللي هي بقى بتستميليت بالبين انتاج. يبقى هنا ادي الريسبتور اللي هو النيكد نيرف فايبرز، ودي عباره عن بريفرال برانشز سيل مايليتد، دي عباره عن برانشز اوف سمول سيلز ان ذا دورسال روت جانيا، وبعدين السنتر برانش دخلت في اللاترال ديفيجن اوف السيرو روت وحبت فايبرز طلع لفوق السند اب سم فايبرز السند داون فور 1 تو 6 before they end in the second motor neuron. These fibers here, these fibers, which are ascending one or two segments and ascending one or two segments, they are the established tracks. These are shorter tracks belonging to the first motor neuron of pain and temperature. Is it possible to have an area of the spinal cord without this disorder? Never. It is one of the fixed shorter tracks. يبقى لغاية دلوقتي عرفنا إن عندنا اتنين شورت تراكس in all the legs عشان الامتحان، عشان الصورة اللي حكينا فيه اليومين تقيل ونعمل عليها ليبلينج، فأنا عارف هعرف شكله كويس اللي صار هنشوف شكله بيبقى إزاي والفاسيكولاي بروبا. يبقى ده موجود عندي في كل القطاعات الاسباينال. طب نيجي للاتنين الشورت التانيين، بص معايا قصتهم. We have the corner shape and the septo margin. نبدأ الأول بـ septo margin. Septo margin. ده عبارة عن if you revise the proprioceptive pathway, you will find that these are the receptors, bacillian corpuscles fail. فين البacillian corpuscles؟ في الكبسول of the joint صح. طب وأدي ده tendon spindle وده muscle spindle. And these are the fibers carrying sensations from these receptors, and they are peripheral branches of what cells? Large cells in posterior root ganglia. That في the lower half of the body. فلما هندخل جوه هنعمل ايه؟ هندخل جوه هنا هنعمل ايه؟ هنعمل الجراسيل تراك. خلي بالك مكتوب عندك في الباسوي ده ان الجراسيل is an ascending fiber. لكن فين ascending؟ ما جبناش سيرتها This descending fiber هتروح للانتيريور هورن سيل. طب ليه؟ خلي بالك without any stimulation، كان معمل لك stimulation للبروبريسبتورز من غير اي حاجه وانت ريلاكس المصل كده، في سلايت تنشن على المصل، في المصل مشدوده شويه لان اللينس بتاعها is
الريفلكس ارم عشان يبقى عندك ايه؟ ماسل تون. برافو. يبقى هنا without any stimulation فمعنى كده ان الشورت تراكس اللي عندنا اربعه، فسيب
بس اللي هي بتبقى عاطفة. خلاص؟ طب فهنا لازم اظبط دماغي كويس علشان اخد الثلاث درجات وكده من نص السنة اللي هو ثلاث درجات وكده. اللي هم 10 والسؤال بكام بيبقى ايه ثلاث درجات؟ لو انت استهونت بيهم في الدرجة بتفرق. ممكن لو تفرق معاك تفرق في التعليم ما تستهونش. تمام؟ هنا عندنا في حاجات فيكسد في السباينال كورد في الاسندنج ترانس اللي هما ايه؟ البراسيل ثابت في كل قطاع. طيب الفيترال سباينال سيربيلا ثابت في كل قطاع. طب فين الدورسال؟ الدورسال مش موجود في اللمبر. لمبر 3 مفيش ايه دورسال سباينال سيربيلا. طيب هنا ده لاترال وفيترال سباينال ثابت موجودين في كل قطاع. من الثمانية الأسندنج يو هاف 6 فيكسد تراكس، إيه هو؟ اديني واحد. برافو، لاحق نفسها بطريقة سهلة، لا تروح بين سبايرو سلامي لأن لازم الإحساس في كوب، تمام، إدي حاجة تانية. التول، احفظي التول، سبايرو تكتر وسبايرو ليفر، إيه كمان؟ واحد بس. أو اتنين بس، اتفضل. مين؟ جراسين، لأنه باين من تحت فلازم يكمل لفوق. فاضل واحد كمان. لا انا ده شغل خليني في الاسنان فاضل لنا مين؟ فنترال سباينو سيربيلا لان الدورسال سباينو سيربيلا بيبدا من ال2 وانا القطاعات اللي عندك من ال3 فما عندكش الدورسال سباينو سيربيلا الحته دي مهمه جدا المره الجايه يبقى عندنا كومبيتيشن هنبتدي نشوف القطاعات وهنشوف اللي هيقدر يمشي في الليبيو بتاعت القطاعات تمام؟ ها؟ التقسيمه عندنا في الاسندنج تراكس عندنا تمانية. التمانية دول اخوات مين اتنين؟ جراسيل وابوك يمين. دورسال وفنترال سباينو سيربيلا. والسباينو تكتر وسباينو اوليفري اللي هما بنبلغهم من قول التوب. واللاترال وفنترال سباينو سيربيلا. دول تمانية. ستة منهم في كل القطاعات. اللي هما مين؟ جراسيل بلاش يمين، لان اليمين في السرفايكال والهابروس فاسي بس. طب فنترال سباينو سيربيلا وبلاش اخوك عادي هو الدورسال لان ده مش موجود في اللمبر. لا سباينو سيراميك وبين سباينو سيراميك سمعتك المرفع عليه الصوت الواحد صح؟ والتو اللي هو سباينو تكتر سباينو بوليكتر. يبقى هنا عندنا ستة ثوابت من الاسنان. طب تعالى على الشورت. الشورت الثوابت اللي عندك اثنين من اربعة. عندك اللي هو حوالين الجري ماتر ده اللي هو عامل زي الكحل ده اللي هو بيحدد الجري ماتر اللي هو مين؟ فاسيكيولاي وعندك الفان ده المروحه اللي فوق المروحه اللي فوق دي الصوص يبقى دول الارت فيكسد شورت تراكس يبقى عندك سته فيكسد لونج اسندنج وعندك اثنين شورت تراكس فيكسد اوت طيب نيجي بعد كده يبقى رقم سته واثنين نيجي بعد كده هنتكلم بقى عن الاسندنج اللي هي على الناحيه الثانيه من القطاع بتاعك يبقى انا القطاع اللي طالع ده خلاص انا حفظت سته في كل قطاع كراسيل فينتر سباينو سيربيلا لاترال وفينتر سباينو سيرامي والتو خلاص؟ طب نيجي بقى على الناحيه الشمال بنحط لك الديسندنج الديسندنج اللي عندك هيكونوا عددهم مهول هيلخبطوك لكن لو مشيت على الخطه اللي هقول لك عليها هيبقوا بيت اللي نازلين دول في ار 11 هنعمل منهم 2 ار فور ذا بيراميد اثنين للبيراميد، واحد دايركت واحد كروس. And nine for the extra pyramid. هم دول المشكلة بتاعتك في القطاعات. هنشوف ازاي هنلبس. هنبدأ مع بعض ونشوف ان احنا عندنا طبعا انتوا عارفين الحتة دي سهلة قوي. اللي عندك انت في حاجة اسمها upper motor neuron وفي حاجة اسمها lower motor neuron. upper motor neuron ده بيجي من higher center للنيوكليس بتاع الايه؟ النيرف. واللور motor neuron ده النيوكليس بتاع النيرف through the nerve to the muscle. فعندك upper motor neuron ولور motor neuron. دي حته انت واخدها في الفيزيولوجي او في الاناتومي يعني it's not important data قوي اللي يهمني ايه كان. اللي يهمني ان انا ال upper motor ده اللي انا بتكلم عنه ممكن يكون عندي يكون بيراميدال او ممكن يبقى extra pyramidal. يبقى اذا ال upper motor من higher center لنيوكليار motor nuclear. ده ال upper motor neuron. اللور موتور نيورون هيبقى النيرف اللي طالع من هذه الموتور نيورونز يبقى ده هنا تبقى حرف ان كده ابر موتور كده لور موتور
اللي بالعرض ده اللور موتر، تمام؟ ده معنى كلمة أبر موتر لور موتر، صح؟ نعم؟ مش حكاية التوبيس، حكاية إن هو بدأ فين انتهى فيه؟ بدأنا من حتة عالية لغاية الموتر نيوكليس نفسها، وبعدين الموتر نيوكليس دي نفسها بتديك العصب، العصب اللي بقى ماشي عند البريفرا اللي هو البريفرا ده اللور، خلاص؟ الى نوعين. حاجه اسمها بيراميدال وحاجه اسمها اكسترا بيراميدال. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ depends on the fact that البيراميدال are occupying an area in the middle of the pyramid. يبقى اذا هنا the fibers that will form the pyramid in the middle هيبقى اسمها بيراميدال. يبقى التسميه جت من ايه؟ مش عشان حاجه غير انها ايه بتعمل لنا البيراميد في الميدال. اكسترا بيراميدال نشوف البيراميدا هتنشأ من ايه والاكسترا بيراميدا هتنشأ من ايه. البيراميدا هتنشأ من تو ايريز، اريا 4 اند اريا 8 بس، ده البيراميدا. الاكسترا بيراميدا هتاخد اريا 6 و بيزل جانجيا و سب سبس. زي ما انت شايف الصوره دي هنعمل ايه؟ ادي اريا 4 واريا 8 دول تبع مين؟ البيراميدا. اريا 6 وفي بيزل جانجيا جوه مدفونه وصف صنف دول تبع الاكسترا بيراميد. يبقى البيراميد جاي من 4 و 8، الاكسترا بيراميد هياخد 6 وبيزل جانجيا اللي هي جريت ماتر مدفونه جوه الوايت ماتر اوف ذا سيليبرا والصف صنف. طيب نيجي نشوف البيراميد. البيراميد هنرجع نقسمه الى جزئين. لو انا جاي من السيليبرا كوركس ورحت للموتو نيوكليار اوف كرينيان نيرف، ليه موجوده فين؟ في السبانال كورد؟ لا، موجوده في البرين ستيم. عشان كده الحته دي هسميها كورتيكو بلبر. بلبر دي معناها برين ستيم. كلمه بلبر دي برين ستيم. يبقى اذا هنا ده بيراميد اللي جايه من السيريبرال كورتكس للبرين ستيم اسمها كورتيكو بلبر بارت اوف ذا بيراميد تراك. تمام؟ طيب الجزء اللي جاي من السيريبرال كورتكس وهيروح للانتيريور هورن سيلز سباينال كورد هيبقى اسمها ايه بالعقل؟ كورتيكو سباين. يبقى البيراميدال تراك لو جالك سؤال لازم تقرا السؤال كويس، هل هو قايل لك بيراميدال تراك كده وساكت؟ بيراميدال تراك از ديفايدد ان تو بارتس، كورتيكو بلبر اند كورتيكو سباين. حلو ليه؟ هنشوف الاول هنا الكورتيكو بلبر ده عباره عن ايه؟ الكورتيكو بلبر ده هنا اهو هنشوف صوره اكبر بس هو عباره عن جزئين، جزء بنسميه ميديال وهنقول لي ده ميديال وجزء بنسميه لاترال. نبص مع بعض. This is the medial cortical bulbar and this is the lateral cortical bulbar. نبص على الميديال اللي هو الازرق، ايه الاوريجن بتاعه؟ بص معايا كده تطلع لفوق هنلاقي انه جاي من اريا 8. اريا 8 دي بتاعت الايه؟ This is for the eye. اريا 8 for the motor activity of the eye. فاذا هنا الميديال cortical bulbar اخذ من اريا 8 which is responsible for motor activity of the eye. بعدين مشي فين؟ ايه الاشعه اللي قلنا بتجمع الفايبرز كلها اسمها ايه؟ كورونا راديال. وبعدين دخلنا على الانترنال كبسول قعدنا فين؟ قعدنا فين؟ هل انتيرو ليب؟ هل بوستيرو ليب؟ ولا جنوب الركبه؟ دخلنا في
ال في ال ال وهنزل في المروحه اللي اسمها ايه؟ كورونا راديال. وبعد ما انزل في المروحه اللي هي كورونا راديال هعدي على ايه؟ على شنو اوف انترنال بيرسون. هنزل في المين بريم ماليش دعوه بثلاثه واربعه، انا خلصت مهمتي. هدخل في البوز ماليش دعوه بسته، لكن ليا دعوه بالتراي جيمينال اللي هو الخامس. يبقى انا حاجه الخامس على الناحيتين. هنزل كمان البوز هيبقى موجود عندي السابع الفيشن نيوز. هنا بقى في نقطه المروحة اللي هي
فايبرز كتير. مثالنا بين مين؟ بين يا بين مين؟ مين هي بين مفرق الجماعات اللي هو مين؟ البونز. البونز هنا احنا كنا نازلين وان باندل ان ذا بونز ويل بي سيبريتد انتو فيريس باندز باي ذيس فايبرز باسنج ترانسفيرسلي كود ترانسفيرس اون تايم فايبر. سو ذيس فايبرز ويل ديفايد انتو فيريس باندز. يبقى حصل في البونز ايه اللي فرقنا؟ هنفهم البونز يا بينا مين؟ مجمع الجماعات اللي هو النضال. اللي اتفرقوا هيتجمعوا تاني في النضال ويعملوا ستراكشر حلو قوي اسمه البيراميد. تمام؟ يبقى النضال جمعت اللي اتفرقوا. فرقنا في البونز اتجمعنا في النضال. مش كده بس، ده النضال هيحصل فيها ايفنت مهم قوي. ايه هو؟ ان احنا هنبتدي 90% من الفايروس اللي نازله دي هتبتدي تعمل كروسنج تو ذا اذر سايد، تعمل لي كروس بيراميد، وفي فايروس تنشا نفس النحو اسمها دايركت بيراميد. 90% او 80% عملوا كروسنج والباقي مشوا على نفس النحو. طب هذا الكلام اسمه ايه؟ سيزر ديكاسيشن ولا موتور ديكاسيشن؟ موتور ديكاسيشن. طب هل بيحصل في كروس بيراميد ولا اوبن بيراميد؟ كروس بيراميد. مين الشاطر بقى في الابر هاف ولا اللور؟ لور، لان الابر ده بتاع السنسوري ديكاسيشن بتاع مين؟ بتاع مين؟ انترنال اربي فايبرز. جمع وانت بتذاكر خلاص؟ طب بعد ما عملنا الديكاسيشن اصبح دلوقتي عندي في السباينال كورد بتاعي اصبح فيه تو بيراميدال تراكس. اللي هو الكروس هيبقى في اللاترال كولم، والدايركت هيبقى في الفنترال كولم. بس خلي بالك مش قريب من السلس، بعيد شويه، هتفهم معنى الكلام ده بعد شويه. طب حد مش عارف البيراميد بيعمل ايه؟ مش ممكن. البيراميد بيعمل ايه؟ كنترول الموتور اكتيفيتي، بيعمل ستيميليشن للتون والريفلكس. خلاص؟ طب نيجي بعد كده نشوف امال مين الاكسترا بيراميد؟ الاكسترا بيراميد اللي هم عطيتهم علشان تحفظهم هتمشي على الخطه اللي قلنا لك عليها. الاكسترا بيراميد اكشولي هم عباره عن فايروس جايه من هاير ليفل الى البريل ستيم، وفي فايروس جاي من البريل ستيم للبكتيريا كورن سيلز. الفايروس اللي جايه من الهاير ليفل، احنا مين فاكر ان انا قلت ايه السورس اوف اكسترا بيراميدال؟ اريا 6 وبيتا كارين سبستنس. دي هتروح للبريل ستيم، دي مش هتدرسها. انما هتدرس مين؟ اللي جايين من البريل ستيم رايحين للبكتيريا كورن سيلز. يبقى الجزء ده مش هندرسه بالتفصيل خالص. انما هندرس اللي هم جم من البريل ستيم اللي هو مين ده؟ البرين بونز والبلط رايحين للانتيريور هومس. ليه؟ لان هم دول اللي هيجيلك في السباينال كورد سيكشن اللي انت بتمتحن فيه. هناخد قاعده مهمه جدا. هذه الاكسترا بيراميدال اللي قلت هم عددهم كام؟ 9. هنقسمهم مجموعتين. مجموعه سنجل 3 تراكس مفيش منهم الا 1 فيرجن، 3 سنجل تراكس اللي هم هناخدهم روكو سباينال، اوريكو سباينال، سالكو مارشال، مفيش مشكله. وفي ثلاثة تانيين فيهم تو فيرجنز، واحدة فينترال وواحدة لاترال. اللي هم اثنين تلفزيون تكتو سباين او بالانجليزي تلفزيون. تمام؟ اثنين راديو او راديو اللي هو لاترال وفينترال تكتو سباين. واثنين فيديو اللي هو لاترال وفينترال تكتو سباين. مهم قوي. يبقى انا هنا عندي ثلاثة سنجل هنتبحث فيهم وثلاثة دبل. لور شكلين، شكل فينترال وشكل لاتر. الدبل دول راديو تلفزيون وفيديو. دي اول قصه. طيب نيجي بعد كده كل اللي هيبقى جاي من الميد برين لازم يبقى كروس. كل اللي جاي من الميد برين يا ولاد هيعمل كروس القاعده الثانيه. كل اللي جاي من البونز والنضال بيبقى ضعيف. تبقى دي القاعده الثانيه بتاعتي. سيبك من الاسماء بتاعتهم دلوقتي، انا هاخدها خلاص. يبقى اللي جايين من البونز والنضال الجنكشن هيبقوا كلهم هما ايه؟ نشوف مع بعض هنا هنجد ان التراكس اللي احنا قلناها دي هنمشي فيهم واحده واحده، وانتوا اللي هتكونوا الكلام. نبدا بالثلاثه السن، الثلاثه اللي لهم فيرجن واحد. اول واحد فيهم هو روبرو سباين. روبرو يعني ريد. وده علشان جاي من الريد نيوكليس اللي هي موجوده فين؟ في الميد برين. تمام. يبقى روبرو سباين جاي من الريد نيوكليس هيروح لي انتيرو كونسنس. طب انا جاي من ميت برين، يبقى دايركت ولا كروس؟ كروس. يبقى انا كده ذاكرت نقطتين مهمين.
طب نيجي بعد كده عندنا اخوه الثاني اللي هو اسمه ايه؟ اوليفو سباين، او حبلناه ويقول عليه زيتونه. اوليفو ده زيتونه. زيتونه نفسه من هنا اربع شهور. الاوريجن بتاعه مين؟ سهلة. الانفيرو اوليبرينيوم. هيروح لفين؟ في الانتيرو هوم سيستم سباين. طيب. فبالتالي كنا اقول حاجه المره الجايه بقى على خلاص.